بأجمل كلمات الترحيب نلتقيكم وأعطر باقات الورد نهديكم، وبأمانة الكلمة نقدم لكم الحصاد الأسبوعي. معكم حنين الحسناوي، وإلى بداية العناوين. وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش اللبناني. رئيس أركان الجيش يفتتح مقر الفرقة المدرعة التاسعة الجديد. الأمين العام لوزارة الدفاع يزور المديرية العامة للأفراد. قائد القوات البرية يصل سامراء لتفقد القطاعات. طائرات F-16 تنفذ تمرينا جويا مشتركا مع طائرات رافال الفرنسية. الاستخبارات والأمن تحبط عملية بيع وتهريب لقطع أثرية مهمة. قائد حلف الناتو يزور فرقة القوات الخاصة. مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي تعلن قرب افتتاح إذاعة ومسرح وزارة الدفاع. فريق الجيش لكرة القدم يحرز بطولة العراق المصغرة. ومن العناوين إلى التفاصيل. استقبل وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون في مقر الوزارة قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين بالوزارة مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها. افتتح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله مقر قيادة فرقة المدرعة التاسعة، والذي تم بنائه حديثا بجهود ذاتية وبمواصفات عالية، خاصة كتيبة الدبابات الأولى، واطلع على مراحل إنجاز البنايات والقاعات وأجنحة التدريس. زار الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل مطلق الحيدري المديرية العامة للأفراد، وعقد اجتماعاً موسعاً مع مدير وكوادر المديرية لمناقشة سير العمل والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية ولتجنب السلبيات. وصل قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي إلى قيادة عمليات سامراء، وأجرى جولة استطلاعية جوية لجزر وسط نهر دجلة، وجولة برية لمناطق جريش والمسيرة والقادرية. عزيزي المواطن، الوعي الأمني حالة حضارية متطورة تقاس بها المجتمعات، لأنها تسهم في استقرار المجتمع وتطوره. نفذت طائرات F-16 في قيادة القوة الجوية تمريناً عسكرياً مشتركاً مع طائرات رافال الفرنسية، حيث يعتبر هذا التمرين فرصة للاحتكاك بالتجارب العالمية المتطورة وكسب الخبرات. بعملية نوعية نفذتها مفارز مديرية الاستخبارات وأمن الديوانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، أحبطت خلالها عملية بيع قطع آثارية في قضاء عفك وبجرم المشهود. زار الجنرال اليوناني قائد بعثة حلف الناتو في العراق مقر فرقة القوات الخاصة، واطلع على تدريبات أبطالها المستمرة، وأبدى إعجابه وتقديره بعمل الفرقة وتسليحها وجاهزيتها العالية لتنفيذ مختلف الواجبات وفي شتى الظروف. أعلن مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع لواء قوات خاصة يحيى رسول عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح إذاعة ومسرح واستديوهات خاصة بالتصوير، وأوضح أن هذا الإنجاز الذي أتى بمتابعة ودعم السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي. أحرز فريق نادي الجيش الرياضي بطولة العراق المصغرة لكرة القدم لهذا العام، وذلك بفوزه على فريق نادي السعد في المباراة النهائية بنتيجة 0-2، والتي جرت على ملعب منتدى جميلة. إلى نهاية الحصاد، شكرا لحسن المتابعة أعزائنا المشاهدين، ولأي تفاصيل أكثر زوروا مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في أمان الله وحفظه.